مصادر مقربة من الرئيس امبارح كشفت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنشأ فعلا مجموعة تواصل عبر واتساب بتضم رؤساء البلديات التركية الكبرى. المصدر نفسه بيقول أن المجموعة أنشئت بعد الاجتماع اللي عقده أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة يوم الأربعاء، يعني قبل بيوم. هلا مثل ما كلنا بنقول، هدف المجموعة إنها تسهل التواصل بين رؤساء البلديات لما في تعزيز للبلد لعملها ولتطويره، عشان يعني صراحة الواتساب بيسرع الأمور، هذا حقيقة. المجموعة بتضم رؤساء بلديات بينتموا للحزبين المعارض أو حزب العدالة والتنمية. إن شاء الله بلكي يعني على هيك، على فتحة هالواتساب توقف زيادات التسعيرة اللي عاملة فيضان، يعني إن شاء الله على جروب هالواتساب.